يا مساء الخير، اهلا وسهلا بيكم اعزائي مشاهدينا الكرام في كل مكان. بنحييكم مع حلقه جديده من جه وقتك. وطبعا قبل ما اقدم الساده الضيوف عايز اقول لكم ان جه وقتك النهارده انك تفهم شيء جديد عن موضوع الصلاه اللي هنتكلم فيه النهارده. حقيقي جه وقتك انك انت تصلي وتاخد بركه جديده من ربنا. جه وقتك انك انت تتعلق في ربنا وتاخد حاجه جديده من عنده، بركه لحياتك، بركه لبيتك، بركه لاولادك، بركه لكنيستك، بركه لخدمتك. جه وقتك، وده الاسم حقيقه انا بحب قوي دايما ان اعلق واقول لكم ليه بنقول عليه جه وقتك، لان فعلا جه وقتك. طيب النهارده معانا الاحباء الضيوف، اقدمهم وارجع اقول لكم هنتكلم عن ايه. النهارده معانا الدكتور إيهاب عادل. اهلا وسهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك، منور المكان، ربنا يباركك. ربنا يخليك. احنا متوقعين بركه أمين. يعني كبيره النهارده باسم يسوع. امين او أمين. عظيمه باسم يسوع. امين. الدكتور إيهاب عادل حقيقي هو دكتور صيدلي، انا صح كده؟ لكن في نفس الوقت حقيقي خادم للرب في الكنيسه، كنيسه الله الخمسينيه اللي موجوده في حي اسمه الحرفيين. مظبوط يا رب. مظبوط كده؟ تمام. انا رحت كنيسه عنده، هنحكي بعدين يعني، بس انت شخصيه جميله، ربنا يخليك، ربنا يباركك. ومعانا كمان مرنمنا الجميل الاخ إيهاب ناجح. ازيك انت يا خالد؟ اهلا يا ابونا، مبسوط اكون معاكم مع الساده المشاهدين. الرب يدينا وقت طيب في اسمه. امين يا رب. بيسالني الدكتور إيهاب انت ظبطتها ازاي النهارده؟ إيهاب خادم وإيهاب مرنم. انا ما ظبطتهاش، هي جت كده. فربنا يبارككم حقيقي. النهارده هنتكلم عن علمنا ان نصلي، أو علمنا نصلي. ده السؤال اللي سألوه التلاميذ للرب يسوع المسيح. طبعا علمنا كيف نصلي، هنصلي إزاي؟ طبعا ده سؤال جميل جدا وعلى مر العصور بيتقال. يعني تقول لي طيب يعني أنا أشوف إن ده وقته، يعني أشوف الموضوع ده يا أحبائي إن ده وقته، إحنا محتاجين نصلي. مش عايز أقول عشان نخرج من أزمة اقتصادية، مش عايز أقول عشان نخرج من أزمة صحية أو نخرج من أزمة نفسية. نخرج من أزمات. إحنا محتاجين نتعلم إزاي نصلي عشان نطلع بره الدايرة اللي إحنا فيها. حقيقة أنا يعني بسمع وبشوف كتير أوي من المشاكل أو طب دي هتتحل إزاي؟ هتتحل إزاي دي؟ هيطلعوا من العاصفة دي إزاي؟ هيخرجوا إزاي من بوتقة الألم دي؟ طب أزمة الاقتصادية دي هنطلع منها إزاي؟ فطبعا في حلول اقتصاديه انا مش بتاعتنا احنا هنا، احنا برنامج روحي، لكن بنقول نطلع ازاي؟ علمنا كيف نصلي. عشان كده النهارده حقيقي موضوع انا اشوفه مهم جدا بامانه امام الله. ليا انا اولا قبلكم، يعني قبل ما اي واحد بيشاهدني النهارده، ليا انا شخصيا انا عايز اخرج من اي دايره انا فيها تعباني، لازم اصلي، لازم اصلي. طب عايز اعرف ازاي اصلي؟ واصلي اقول ايه؟ ويعني اسئله بقى كتيره احنا محضرين. بالمناسبه اعزائي المشاهدين الكرام، انا مش عايز اوريكم الورق تشوفوه، لكن احنا اهو 12 سؤال عشان نتعلم ازاي نصلي. طب يا ترى هنجاوب على كام واحد فيهم دول؟ انا يمكن نجاوب على 5 6. طيب هقول لكم السيستم، بس هتسيبوا لنا ربع ساعه نحكي نرنم نتكلم، تلت ساعه كده، بعد كده اهلا وسهلا بمداخلاتكم، بس بليز معلش من فضلكم خلينا في الموضوع. عشان ايه؟ نقدر ناخد حلقه كده مرتبطه ببعضيها، ما نبقاش بره الموضوع. هتطلعني بره هضطر ارجعك، يا اما هضطر ان احنا نقول معلش. فخلينا في الموضوع تلت ساعه ونرجع، ونرحب بتليفونات حضراتكم، الارقام موجوده على الشاشه. اهلا وسهلا بيكم. جه وقتك تتعلم ازاي تصلي. طيب امين امين يا ابونا. امين. نسمع ترنيمه يا دكتور إيهاب كده تجهزنا كده ونبدا نتكلم انا وانت شويه كده. امين امين امين. يمحلي كل أيامي حبك ما يغيب عن بالي بينور قلبي الليل أنا ضامن فيك أحلامي يمحلي كل أيامي حبك ما يغيب عن بالي بينور قلبي الليل بترد كل ضياع وبتشبع اللي جاع حضنك واسع بيساع مجدا للرب. هاليلويا. مجدا للرب. هاليلويا. مجدا للرب. نيجي في سؤال يعني مش كلاسيك او تقليدي لكن سؤال مهم جدا. أيوة. نبتدي في البدايه دكتور ايهاب. يعني انا عارف لما تيجي تتكلم عن الصلاه يقول لك عايز عرف لي الصلاه، فبنقول كده الصلاه هي صله بيني وبين ربنا. طيب ده التعريف المعروف يعني مش كده ليه؟ ده التعريف ده مشهور التعريف ده، لكن هل عندك تعريف تاني او توضيح حتى للتعريف ده يعني؟ يعني خلينا يا ابونا يعني لما نيجي نتكلم عن الصلاه الصلاه هي فعلا صله، لكن الحاجه اللي الرب شغلني اتكلم عنها الصلاه هي حاله كيان يا ابونا. الصلاه مش مجرد صله، مش مجرد كلمات. الحاجة الجميلة في الصلاة انها عبارة عن حالة كيان بيعبر عن ارتباطي بالله وبيعبر عن ارتباطي في علاقة شخصية مع الله. عشان كده الصلاة هي حالة كيان تلاحظ يا في عندنا مثالين حلوين جدا الكتاب بيقدمهم لنا، واحد في العهد الجديد واحد في العهد القديم. تلاقي في العهد الجديد لما يجي الكتاب يكلمنا الرب يسوع على فمه الكريم، يتكلم في لوقا 18 لما يقول لك انسانان صعد ليصليا، يتكلم عن العراف الفريسي والعشار. فيجي يتكلم لما نيجي نبص على الايات المكتوبه يتكلم عن العشار ويجي يتكلم عنه، يتكلم بتفصيل يا ابونا عنه. فيقول لك ايه؟ يقول لك العشار ده وقف من بعيد وبعدين لم يشأ ان يرفع عينيه نحو السماء، وقال ايه كمان؟ وقرع على صدره، وبعدين وقال اللهم ارحمني انا الخاطئ. الحاجه الغريبه يا ابونا والملفته ان الله واخد باله من التعبيرات اللي الانسان العشار ده عملها. ايه ده؟ مش مجرد كلمات يا رب، لا انا باصص على حاله الكيان اللي الراجل ده عليها، أنا قاري تعبيراته، أنا قاري كلماته، أنا قاري وقفته. فالصلاة هي حالة كيان، مش مجرد كلمات. فحالة الكيان، فالرب الله فارق معاه حالة الكيان دوت. إزاي الراجل ده وقف؟ إزاي يتكلم؟ إزاي عبر؟ إزاي قرع على صدره؟ إزاي ما قدر؟ حالة الكيان دوت. ده المثال من العهد الجديد، لكن لما نيجي نبص على مثال من العهد القديم في شخصية حلوة جدا بحب أتكلم عنها في تكوين 5 يا ابونا، لو الشاهد ينفع يطلع على الشاشة. في تكوين 5 عدد 21، تكوين 5 عدد 21 أيوة. لما يجي يتكلم على شخصية في منتهى الروعة وجميلة جدا، شخصية أخنوخ. الراجل ده يعني فظيع لما نيجي نتكلم عليه. تلاحظ حاجه يا ابونا غريبه قوي في الراجل ده. الراجل ده لما كان عنده 65 سنه يقول لك وصار اخنوخ مع الله، ولما عنده 65 سنه حصلت حاجه غريبه جدا. ربنا اداله نبوه، قال له ايه؟ قال له في طوفان جاي على الارض. راح الراجل ده تنبأ نبوه، قال ايه؟ قال لك الطوفان ده هيجي، بس انا صلى وراح مخلف ولد سماه متوشالح، وراح متنبأ نبوه على ابنه دوت، وقال ايه؟ قال لك الولد ده مش هيموت الا لما يجي الطوفان. ومتوشالح قعد عاش كام يا ابونا؟ 969 سنه. ما ماتش، اطول عمر على وجه اطول، كان بسبب نبوه ابوه دي. فابوه بقى عمل ايه؟ فعاش مع ابوه بقى. كانت الحاجه الغريبه يا ابونا ان كان شايف الطوفان جاي وهو بيتنبأ ويتنبأ نبوة مذكورة في رسالة يهوذا اللي هي الرسالة المقارنة من إصحاح 1، يقول عنها يتنبأ يقول كده هوذا قد جاء الرب في ربوات قدسيه. بيتكلم على إيه؟ بيتكلم على الطوفان. ومشي وصار، يقول لك وصار أخنوخ مع الله ولم يوجد. فتحس إن في حوار داير بين أخنوخ وبين ربنا. أخنوخ قال إيه للرب؟ قال له يا رب أنت رايح فين؟ الرب رد عليه قال له أنا عندي سكة رايح ناحية الأبدية. يقول الكتاب كده وصار أخنوخ مع الله. أتاري إن ربنا عنده رحلة يا أبونا رايح ناحية الأبدية، فقال له وأنا كمان يا رب عايز أمشي معاك. وصار أخنوخ مع الله، ولما شاف الطوفان جه قال له فضل ماسك في ربنا والتحد بربنا. وعاش أخنوخ كام سنة؟ وصار أخنوخ مع الله كام سنة يا أبونا؟ من وهو عنده 65 سنة لغاية 365 سنة. يقول الكتاب كده ولم يوجد أخنوخ لأن الله أخذه. فجي لما جيت الوقت، فلما أخنوخ مشي مع الله وصار مع الله، فجي الوقت قال له طب يا رب أنا عايز أكمل معاك. فجي الوقت بتاع الانتقال بتاع أخنوخ، قال له راح الرب رد عليه قال له بص يا أخنوخ أنا ما أقدرش أستغنى عنك، حتى الموت أنت مش هتموت، أنا مش هسيبك حتى تموت. يقول لك بالإيمان في عبرانيين 11 بالإيمان نقل أخنوخ لكي لا يرى الموت ولم يوجد لأن الله أخذه. فالصلاة يا ابونا هي حالة كيان ارتبط بالله وصار أخنوخ مع الله، فصار كل يوم يسير مع الله، صار أخنوخ مع الله، يوم الصبح يصبح والليل يجي عليه، وصار أخنوخ مع الله ولم يوجد لأن الله أخذه. أنت يعني عجبتني في التعبير حقيقي اللي بتقول حالة كيان. بالظبط. أنا التعبير ده عجبني شوية. بالظبط. يعني إيه حالة كيان؟ لو أنا بشوفك دلوقتي وأنا راجل غلبان على قد حالي يعني. تمام. يعني حالة كيان تقصد بيها إيه؟ حالة كيان يعني دهني بتعريف الكلمتين دول بالذات يعني. أيوة. حالة كيان يعني الكيان ارتبط بالله، الكيان ارتبط. يقول في مزمور 86 يقول كما يقول كده قلبي ولحمي يهتفان بالإله الحي. ده حالة كيان ارتبط بالله، ده حالة كيان بقى مش عارف ينفصل. يعني تقصد في علاقة حميمة بالزبط جدا كده. يعني داخلين في بعض بالظبط، يعني خنوخ مع الله بالظبط، والله مع خنوخ، ما بقاش عارف. انا بس عايز اتاكد ان انا فهمت صح بالظبط كده. ما بقاش فكرة ان انا بتكلم، بقت حتة ارتباط، حالة كيان مرتبط بالله، بقيت مرتبط بربنا بالزبط. يعني الصلاة يا دكتور إيهاب يعني مش أنا أقعد لي كده 5 دقايق أقولهم وخلاص على كده، ولا أقعد طول النهار يعني كده، ولا إيه؟ ما عشان أرتبط بربنا، ولا أنا برضو عايز أفهم. هي الصلاة يا أبونا لو هي مجرد كلمات كان الموضوع بقى يعني صعب خالص، لكن الصلاة في الحقيقة هي حالة كيان ارتبط بالله، حالة كيان يعني بقى في حالة اتحاد متواصل مع ربنا، فعشان كده ما يقدرش ينفصل عن الله. طيب بالنسبة ان قلت لنا ان الصلاة حالة كيان، خليني اقول هل انت قريت لحد من يعني الناس كبيرة كده او ناس معروفين في عمل الله ليهم اقوال عن الصلاة، خليني اقول مؤثرة عن الصلاة؟ خليني يعني انا حابب قوي اشاركك ببعض اقوال رجال الله اللي اتكلموا عن الصلاه. مثلا حد زي اندرو موري ده قال لك إيه؟ مش في الكتاب المقدس، هو بره الكتاب. لا ده دول رجال الله القديسين اللي خدموا الرب في العصور المختلفه. يعني اندرو موري قال لك إيه؟ قال لك الصلاه دي عباره عن نبض الحياه. نبض الحياه يعني ايه نبض الحياه يا ابونا؟ يعني انت يعني عارف لما يجي انسان، لما يكون في واحد مريض ويخش عياده، اول حاجه الدكتور بيقيسها له ويروح على طول ماسك ايديه ويروح قايس له النبض. الصلاه هي نبض الانسان الروحي، هي نبض الحياه في الانسان الروحي. فلما تيجي تقيس النبض الروحي بتاع انسان تقيسه عن طريق الصلاه. فلما نيجي نقيس النبض بتاع الانسان، النبض الطبيعي 72، فتشوفوا بقى، تعالى قيس النبض الروحي للإنسان ده، تشوفوا بقى النبض بتاعه ده زيادة ولا قليل. فكتير بنيجي نقيس النبض لبعض الناس، تلاقي النبض عامل إيه؟ على كده في ناس كتير النبض بتاعها تعبان. النبض قليل جدا. النبض قليل. لا بجد فعلا. يعني الله يا دكتور إيهاب بيقيسني بالنبض اللي هو الصلاة. بالظبط. تقدر تقيس قامة الإنسان الروحية من خلال الصلاة يا أبونا، مش من خلال الوعظ. كل إنسان يعرف يوعظ وممكن يحضر ويعرف يتكلم كويس، لكن ساعة الصلاة تقدر تقيم الحياة الروحية. عشان كده بقول إن الصلاة هي عبارة عن الترمومتر اللي بيتحط تحت لسان كل إنسان مؤمن عشان يقيس درجة حرارته الروحية. فقول لي قد إيه بتقضي في الصلاة، أقول لك يعني قد ايه انت قامتك الروحيه. قول لي قد ايه انت بتدي، فين الاوقات اللي بتديها للرب في الصلاه، اقول لك قامتك الروحيه امام الله عامله ازاي. لما بتقعد قد ايه، وبتقعد مدى جوده الوقت اللي بتديه للرب، اقول لك قد ايه القامه الروحيه بتاعت الشخص دوت والانسان دوت. عشان كده في حاجه غريبه جدا يا ابونا عايز ارجع لها، تعريف للصلاه تاني. عايز اقول الصلاه هي ايه كمان يا ابونا، مش بس هي حاله كيان، لكن الصلاة هي حالة إدراك. حالة إدراك يا أبونا يعني إيه؟ عايز أقول لك حاجة غريبة قوي. عندي في 3 أمثلة في الكتاب. موسى لما أول مرة التقى فيها مع الله وشاف العليقة بتحترق، راح بص قال لك أميل لأنظر. خروج 3 أميل لأنظر هذا المنظر العظيم، إزاي العليقة دي مش بتحترق؟ فناداه الرب من العليقة وقال له إيه؟ موسى موسى، قال له ها أنا ذا، قال له اخلع عليك لان المكان اللي انت واقف عليه. راح موسى عمل حاجه غريبه قوي، راح موسى غطى وجهه عشان ما يبصش. الصلاه يا ابونا هي حاله ادراك لحضور الله. الصلاه هي حاله ادراك لحضور الله. واحد تاني بعديه بكام جيل، ايليا لما الرجل الناري اللي جاب نار من السماء، اللي قفل السماء 3 سنين ونص وخلاها ما تمطرش، ورجع فتح السماء. تلاقي ايليا بعد ال3 سنين ونص والانتصار العظيم دوت، وذبح 850 من الانبياء الكذبه، يروح يقف قدام الرب والرب يظهر له، زي ما حضرتك عارف في ملوك الأول 19، فالرب يظهر في زلزلة وبعدين في نار وبعدين في عاصفة، يقول كده وصار صوت منخفض خفيف. فلما سمع إيليا صوت المنخفض الخفيف ده عمل إيه؟ غطى وجهه. اشمعنى لما عرف، لما سمع صوت المنخفض الخفيف ده يا ابونا أدرك حضور الله. وكان في درس غير عادي هنا يا ابونا، حياة رجال الله الثلاثة دول، موسى ويشوع. يشوع لما صار وقابل رجل الله اللي هو مستل السيف عمل نفس الحكاية وخر على رجله. حياة ثلاث رجال الله دول لما أدركوا، عشان كده الصلاة هي حالة إدراك لحضور الله. فلما الإنسان بيدخل ويدرك ويميز حضور الله، بص يا ابونا، حياته ما بترجعش زي الأول. حياته مش ممكن ترجع زي الأول. موسى بعد العليقة ديت، بعد ما غطى وجهه بعد العليقة، موسى كان بقاله 40 سنة قبل كده، ال40 أو ال80 سنة اللي جايين حاجة تانية. يشوع بعد لقاء رجل الله المستل السيف حياته حاجة تانية. إيليا الرجل الناري كان قبل كده يا ابونا، تفتكر في ملوك الأول 17 كان عمال يصلي يا رب أنا عبدك وباسمك ونزلت نار. بعد كده بعد ما قابل الرب بعد كده ما بقاش يصلي عشان النار، فيبعت له الملك 50 راجل يطلبوه، يقولوا له الملك يقول انزل، بقى بيصلي ما بقاش يصلي. يقول له إذا كنت أنا رجل الله فلتنزل نار من السماء وتأكلك. إيه ده؟ الحياة اتغيرت يا ابونا. الحياة فالصلاة كحالة إدراك لحضور الله هي حاجة مغيرة تماما. أيوة. قبل غير بعد. فالصلاة نقدر نعرفها هي حالة كيان وهي حالة إدراك لحضور الله. طب الأقوال المؤثرة كمان بعد ما عرفت لنا حالة الكيان وحالة الإدراك، في أقوال أنت قلت لي يعني اسمه إيه اللي قال إن هي نبض؟ ده كان أندرو موري. ده قال لك الحياة الصلاة هي نبض. الصلاة هي نبض الحياة، نبض الحياة الروحية. طب عندك حد تاني ولا؟ طبعا يا ابونا، في مثلا في حد، جون ويسلي قال لك تعبير خطير عن الصلاة، قال لك حاجة في منتهى القوة، قال لك ربنا الله ما يعملش حاجة على الأرض إلا استجابة للصلاة. ازاي دي؟ مش فاهم أنا. دي حاجة فظيعة. جون ويسلي رجل النهضة العظيم طبعا قال لك الله ما بيعملش حاجة على الأرض إلا من خلال الصلاة. لازم من خلال الصلاة يعمل. من خلال الصلاة مش هيعمل. عشان كده. وواحد تاني قال لك ايه بقى، حاجة في قول تاني، في واحد اسمه E. M. Bounds قال لك ايه يا ابونا، قال لك الصلاة هي رأس مال السماء. يعني السماء لما بتيجي عايزة تستثمر في الأرض بتستثمر من خلال إيه؟ من خلال الصلاة. وده يحملنا مسؤولية رهيبة، يحمل الكنيسة النهاردة مسؤولية رهيبة. فإحنا على الأرض، إحنا رأس مال السماء. صلواتنا دي رأس مال السماء. لو الله عايز يتحرك على الأرض هيتحرك من خلال صلواتنا. عشان كده إحنا محتاجين نعرف وندرك، نبقى في حالة إدراك لما هي الصلاة. الرب يساعدنا. لا فعلا ده كلام. في حد تاني؟ اكيد في كتير. طبعا. لا مش لازم ناخدهم كلهم يعني. يعني في برضه طبعا في حد اسمه S. D. Gordon قال لك برضه حاجه جميله جدا عن الصلاه، قال لك قبل ما تصلي انت مش هتعرف تعمل حاجه غير انك انت تصلي. لا افهمها دي بقى. لكن بعد الصلاه انت هتعرف تعمل حاجات كتير. يعني ما تقولها بشويش. طيب بالظبط، يقول لك قبل ما تصلي كل المطلوب منك او كل اللي هتقدر تعمله انك تصلي. طب بعد الصلاه تعمل اي حاجه؟ هتعمل حاجات كتير جدا. مجدا للرب. موسى في المشهد اللي احنا لسه كنا بنتكلم عليه، قبل ما يقابل الرب في العليقه قدر يعمل ايه؟ فشل. قتل الرجل المصري وهرب وما عرفش يعمل حاجه، وبقى بيرعى شويه غنم. لكن بعد اللقاء مع الله في العليقه عمل كتير، بقى موسى رجل الله. عمل حاجات كتير جدا. يعني الصلاه بتديني ابواب كتير قوي جدا، لكن قبل ما فيش حاجه، ما تقدرش تعمل حاجه ذات وزن في العالم الروحي الا من خلال الصلاه. طيب انت قلت لنا عن ناس كتير كده، يعني اقوال رائعه. ايوه انا عجبوني كلهم بصراحه. لكن خليني ارجع واسالك يا دكتور ايهاب برضه سؤال تاني. هل تحب تشاركني عن رجال الله في الكتاب المقدس اللي نقدر نقول عنهم رجال صلاة؟ هل في كده؟ بص يا ابونا، الكتاب المقدس عامل يعني زي ما يكون كتالوج بيكلمني عن مدارس للصلاة. فكل واحد من رجال الله كان عبارة عن مدرسة للصلاة. بمعنى ايه؟ بمعنى ان كل واحد مدرسه لوحده. كل واحد من رجال الله ربنا اقامه كمدرسه للصلاه بتاعته. فانا النهارده وعشان كده عايز اشجع كل حد فينا، يعني الرب يقود كل حد فينا ياخد مدرسه من دي ويعيشها، يعيش المدرسه ديت ازاي. عندنا مدارس في الكتاب المقدس. مين عندنا؟ اول واحد اللي احنا كنا لسه بنتكلم عليه، موسى رجل الله. موسى رجل الله ده صاحب مدرسة في الكتاب المقدس. ايه المدرسة بتاعته دي؟ موسى يكلمك على صلاة المخدع. موسى يكلمك عن صلاة المخدع ازاي؟ يقول لك موسى دايما تلاقيه فين؟ تلاقيه يا اما على الجبل فوق على العليقة، يا اما على الجبل بيتلقى الشريعة، يا اما جوه الخيمة قاعد مع في محضر الله. عشان كده يا اما على الجبل فوق بيتلقى الشريعه، يا اما في الخيمة. حتى لما حصلت الحرب مع عماليق يا ابونا تلاقي موسى فين؟ تلاقي موسى فوق على الجبل بيصلي ويشوع اللي بيحارب. طب موسى ده مش انت قائد الشعب دوت يا موسى؟ مش انت اللي خرجته؟ يقول لك بس انا دوري في الحرب الروحيه فوق على الجبل مش على الجبهه. اللي على الجبهه ده دور مين؟ دور يشوع. لكن دور موسى رجل الله على الجبل فوق. فموسى كمدرسه في الكتاب المقدس عن حياه الصلاه يكلمك عن حياه المخدع. رجل الله. تلاحظ حاجه غريبه جدا في حياه موسى يا ابونا، حتى لما عمل الخيمة كان يدخل الخيمة تروح نازلة سحابة عمود السحابة على الباب ويقفل ومحدش يخش ورا موسى. فموسى يكلمك عن حياة المخدع، صلاة المخدع. أنا والرب، أخش أنا والرب بس. أنا عايز أسأل فيها دي بصراحة. اتفضل. لا يعني موسى قبل ما تدينا لشخصية تانية ينفع نتكلم؟ طبعا. ايه يعني يخش في المخدع؟ يعني هو انا مطالب اعمل كده يعني؟ تلاقي دي مدرسه. يعني طبعا حياه المخدع الرب طلب مننا، قال ومتى صليت فادخل مخدعك واغلق بابك وصلي الى ابيك الذي يرى في الخفاء، فابوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانيه. فدي مدرسه من مدارس الصلاه. انا محتاج اعرف ازاي اتعلم ادخل المخدع بتاعي واقفل الباب. المدرسه بتاعت موسى زي ما قلت لحضرتك، الكتاب المقدس عبارة عن كتالوج بيكلمني عن رجال الله المختلفين في الصلاة. طب فموسى اتكلم فيهم، بس هرجع بعد شوية للآية دي. اتفضل يا لا حضرتك كمل يعني. اوكي. فموسى يكلمني عن صلاة المخدع، يكلمني عن صلاة المخدع. لكن الراجل التاني اللي وراه يشوع يكلمني عن نوع تاني مختلف من الصلاة. يكلمني عن الصلاة بسلطان، يكلمني عن الصلاة الأميرة. يشوع كان فين؟ يشوع كان في إصحاح 10، يشوع 10 عدد 12 ل 14. يشوع تلاقيه في وسط الحرب، وحرب دائرة قوية جدا. يشوع هنا مش هيدخل مخدع، لكن يشوع يعمل ايه؟ يقف ويقول يا شمس دومي، ويوقف الشمس والقمر لغاية ما يخلص الحرب. فمدرسة يشوع في الصلاة هي مدرسة السلطان، مدرسة الصلاة بسلطان. محتاجين الكنيسة النهاردة تتعلم كيف تصلي بسلطان. في وسط الحرب يوقف ويقول الشمس اقفي ويا قمر دوم لغاية ما خلص الحرب بتاعي. ويقول لك الشمس والقمر وقفوا في مكانهم يوم كامل. مدرسة يشوع، مدرسة يشوع في الصلاة، مدرسة الصلاة بسلطان. نخش على بعديه ولا حاجه؟ لا انا معجب قوي بانها مدارس يعني الصلاة. موسى المخدع، يشوع الصلاه بسلطان. أيوة. لا كمل لي تاني. ده في بقى في بقى صمويل. صمويل ده مدرسه لوحده. صمويل مدرسه في الصلاه الشفاعيه. مدرسه يقول صمويل كده، يقول لهم حاشا لي ان اكف عن الصلاه لاجلكم. لا، ده انا هصلي لاجلكم. ولما حصلت الحرب وجيم الفلسطين هجموا على شعب الله يقول كده انه اصعد حملا رضيعا بتمامه. طب والنتيجه كانت ايه يا ابونا؟ ان الشعب انتصر. صمويل كان رجل الله في الشفاعه، مدرسه صمويل في الشفاعه. فموسى رجل الله صلاه المخدع، يشوع الصلاه الاميره بسلطان. بالظبط. وصمويل مدرسه الصلاه الشفاعيه. ايليا يعلمنا الصلاه في مواجهه الاعداء. لما تيجي تخش مدرسة إيليا يعمل إيه؟ لا، إيليا ما يصليش بالمدارس المختلفة دي. لا، إيليا يقف ويواجه الأعداء. ايليا يقول له اخاب يقول له انت مكدر اسرائيل؟ يقول له ايه؟ بل انت وبيت ابيك. الله، لا ايليا ما بيتراجعش قصاد الاعداء، ايليا يصلي صلاه قصاد الاعداء. فايليا يا رجل الصلاه في مواجهه الاعداء، يقف قصاد اعدائه ويذبح 850 من انبياء البعل وانبياء الساريه. المدرسه رقم 5 هي مدرسه نحميه. مدرسه نحميه بقى، نحميه ياخدك في مدرسه مختلفه خالص يا ابونا. ياخدك فين بقى؟ يقول لك انا واقف قصاد الملك وفي وسط المحنه دي. لا يعلمنا بقى مدرسه ايه؟ يقول لك لا ده انا هصلي الصلاه في صلاه الانيه، الصلاه اللي في لحظتها. فياخدك يدخلك يوقفك قصاد الملك، وفي وسط الزنقه دي مزنوق قصاد الملك والملكه، يقول له ماذا طالب انت يا نحميه؟ فيقول لك فصليت لاله السماء. مدرسه نحميه هي مدرسه الصلاه الانيه. الصلاة الآنية بتاعت اللحظة، بتاعت الأزمة، بتاعت المدرسة دي. فدي مدرسة نحمية، اللي يخش فيها يتعلم من نحمية ازاي تصلي في الأزمة، ازاي تصلي في الوقت الأزمة والمحنة. مدرسة مهمة جدا محتاجين نتعلمها. طب واستجاب الله الصلاة دي؟ يقول لك ربنا ان الملك اداله طلب ايه من الملك؟ قال له انا عايز اروح ابني اورشليم، الملك وافق. طب اديني رسائل لولاة عبر النهر، يديله. طب انا عايز رسائل عشان ناخد خشب، يديله. الرب اداله كل ده بسبب الصلاه ايه؟ بسبب الصلاه الانيه. مدرسه نحميه هي مدرسه الصلاه الانيه بتاعه المحنه بتاعه الزنقه. نحميه كم مره يا ابونا بندخل في مواقف صعبه وما بنعرفش، مش بنعرف نصلي. احكي لك على اختبار مرنم جميل زي مرنمنا الحلو ايهاب كده، اعتقد ان حضرتك تعرفه، اسمه رون كينولي. رون كينولي مرنم مشهور جدا وليه ترانيم كتيره جدا. رون كينولي بيحكي ان هو كان مره مسافر في خدمه وواخد ابنه كان صغير عنده حوالي 11 12 سنه معاه، وكان مسافر. فبيقول لك وانا مسافر بالطياره، الطياره دي راحت وقعت، واحنا لسه طالعين هم طالعين بالطياره، راح الطياره وقعت. فالطياره لما وقعت راحت اتقلبت راسا على عقب. فبيقوم ايه راسهم، هو نزل من الطياره والولد بقى ايه متعلق في الطياره. فبيقول لك فكيت الحزام بتاع الطياره، الولد نزل لقيته جثه هامده. طب ايه بقى؟ فبيقول لك في الوقت دوت انا ما عرفتش اعمل حاجه، فابتديت اقول ايه؟ ما عرفش ينطق ولا كلمه غير يسوع، فقال يسوع يسوع يسوع. بيقول لك في اللحظه دي مدرسه نحميه اشتغلت. ايه بقى مدرسه نحميه؟ الولد الرب استجاب للصلاه دي ورجع، الولد رجع من الموت تاني، الرب اقامه لان ابوه رون كينولي ده صلى بكلمه واحده، قال يسوع. مدرسه نحميه في الصلاه، مدرسه الصلاه الانيه، المحنه. دي مدارس جميله قوي. يعني قبل ما نسمع ترنيمه من الاخ ناجح، من الاخ ايهاب، عايز اقول حاجه. يعني هي دلوقتي المدارس دي كلها هل ممكن تكون في شخص واحد، ولا كل واحد فينا ليه مدرسه ربنا اداها له؟ يعني مثلا ينفع حضرتك واخد الباكج كله او ايهاب؟ يعني انا ما اعتقدش واخد، انا تقريبا بحاول ادور على واحد فيهم يعني لا صحيح. يعني الحلو يا ابونا ان احنا الواحد يتعلم المدارس دي. فانت في خلال اليوم، خلال ال 24 ساعه، تلاقي ان انت محتاج المدارس يعني ممكن استعمل للحاله بالظبط كده، للظروف يعني بالزبط. يديني المدرسه دي بالظبط. شوف، طب عشان كده انت كويس انك فهمتنا. انا عشان كده اقول لحضرتك حاجه بقى، الصلاه محتاجه تدريب. يعني عشان كده النهارده انا محتاج اتدرب. ليه الله حاطط البورتفوليو ده، حاطط ليه الكتالوج بتاع الصلاه ده؟ عشان عايز اتعلم من رجال الله دول. فاتعلم من موسى صلاه المخدع، واتعلم من يشوع. مرات يجي العدو ابقى محتاج السلطان، ابقى محتاج اصلي بسلطان. لكن نحميه يقول لي في وقت الازمه لا، انا هنتهر مين؟ محتاج كده، انا محتاج بالظبط، انا محتاج اصلي الصلاه في لحظتها. لكن صمويل يعلمني الصلاه الشفاعيه، ونحمية يعلمني الصلاة الأنية، وإيليا يعلمني مواجهة الأعداء. يعني دي دروس جميلة. هنسمع ترنيمة من إيهاب، لكن يعني هقول سؤال بس هنجاوب بعد الترنيمة. يعني أمين. يعني عشان حضرتك بس تفكر لنا هو دلوقتي أنا يا دكتور إيهاب قبل ما يجهز نفسه إيهاب. يا دكتور إيهاب، النهارده انا هو ربنا محتاجني انا اكلمه المدارس دي كلها يعني بالظبط. هل دي محتاجه ان احنا نكلم ربنا؟ هو محتاجني ان انا محتاج موسى يكلمه، محتاج يشوع يكلمه، ولا هو اللي محتاج ولا انا اللي محتاج؟ تمام، يعني فكر لي في السؤال ده، انا عايز اعرف مين محتاج مين. نجاوب بعد الترنيم؟ بعد الترنيم. طيب، هو سؤال يعني شاغلني شويه. طيب. قلت عليك ان انت نسيني، ولا بتدافع ولا بتحميني، ولا بيهمك ايه يفرحني، ولا بيهمك ايه يبكيني. قلت عليك ان انت نسيني، ولا بتدافع ولا بتحميني، ولا بيهمك ايه يفرحني، ولا بيهمك ايه يبكيني. لقيتك راسم صورة لخطة ماهيش محصورة، في ضعفي وجهلي وفكري البشري قدراتي المحدودة، ولقيتك قبل في وقت الحاجة تجري تمد الإيد، ونبص بنظرتنا المحدودة وانت تشوف لي بعيد. ولقيتك قبل في وقت الحاجة تجري تمد الإيد، ونبص بنظرتنا المحدودة وانت تشوف لي بعيد. قلت الناس مساكين وغلابة وانت بعيد، والدنيا دي غابة، والإيمان والصورة الحلوة لرعايتك شعرات كدابة. قلت الناس مساكين وغلابة وانت بعيد، والدنيا دي غابة، والإيمان والصورة الحلوة لرعايتك شعرات كدابة. لقيت قلبك مليان إحساس وبتتألم لآلام الناس، وعايش في همومنا ومشاكلنا وفي قلب الأحداث. ولقيتك لما الجوع بيشد تبعت خبز مع الطير، أتدمر وانت تكون بتعد وترتب ليا الخير. ولقيتك لما الجوع بيشد تبعت خبز مع الطير، أتدمر وانت تكون بتعد وترتب ليا الخير. قلت عليك ما بتسمعنيش، أندهيان عليك ما تجيش. قلت إن أنت خلقت الناس وسايبنا نعيش زي ما بنعيش. قلت عليك ما بتسمعنيش، أندهيان عليك ما تجيش. قلت إن أنت خلقت الناس وسايبنا نعيش زي ما بنعيش. لقيت في الشك غباء وسذاجة، ساعات أحلامنا تكون محتاجة الشكر مع الإيمان والصبر ودموع الصلاة بلجاجة. وش بيضيع واللي يجيلك عشمان يلقاك ربي بصير وسميع ولقيت الصلاة والصبر معاك مجهود مش بيضيع أشكرك واللي يجيلك عشمان يلقاك ربي بصير وسميع قلت إن أنت بعيد في سماك وعليا ما هياش شايفاك أعمل إيه علشان أوصلك أعمل إيه علشان ألقاك قلت إن أنت بعيد في سماك وعليا ما هياش شايفاك أعمل إيه علشان أوصلك أعمل إيه علشان ألقاك لقيتك جيت في صورة إنسان وعشت في نفس ظروفي كمان واتقال عنك رجل الأوجاع مختبر الأحزان سامحني بدم صليبك آسف سأت الفهم في يوم وفي ثورة غضبي وقلبي الخايف وجهت لك لوم سامحني بدم صليبك آسف أسأت الفهم في يوم وفي ثورة غضبي وقلبي الخايف وجهت لك لوم. يا رب يا رب يا رب سامحني بدم صليبه. امين. عجبني مرنم وهو بيقول له اسف اسف. يا اهلا وسهلا بيكم اعزائي المشاهدين مع تليفوناتكم طلبات الصلاه واحنا في موضوع الصلاه واهلا بيكم. الاخ شيكو المخرج بيقول لي التليفونات بدات شويه ممكن. الاخت نهال اهلا وسهلا بيك اخت نهال. اهلا بحضرتك اتفضلي. سلام ونعمه يا حضره القسيس سمير. برحب بحضرتك وبالاخ ايهاب المرنم والاخ ايهاب الخادم. رب يبارككم لانكم بجد اديتونا فاتح للشهيه للصلاه. وطبعا الموضوع بتاع الصلاه محتاج يا حضره القسيس ده شكلي اكتر من برنامج لانه بجد مهم. ومهما وصلنا من درجه ايمان فكلنا بلا استثناء محتاجين نقول للرب زي ما التلاميذ قالوا له علمنا ان نصلي. وبما ان اللفظ جه علمنا يبقى لازم يكون في معلم، والمعلم الصالح والقدوه بتاعتنا في الصلاه هو الرب يسوع المسيح ليه كل المجد. المكتوب عنه انه كان بيعتزل في البراري ويصلي، ويعتزل هنا معناه ينسحب يعني withdraw himself. وده اللي شعب الرب محتاجه، انه بصراحه كده يعمل بوز زي بتاع الريكوردر الزماني ويوقف كل مشاغل الحياه ويقعد في خلوه حقيقيه مع الرب لغايه ما يوصل لمستوى مش بس علمنا ان نصلي، لا نبقى لسان حالنا اما انا فصلاه. وبصراحه كده اللي عايز السماء تبقى مفتوحه قدامه على مصراعيها لازم يكون بيصلي وفي صله مستمره مع الله، لانه مكتوب عن يسوع ليه كل المجد واذ كان يصلي انفتحت السماء. لانه زي ما قلت حضرتك يا دكتور ايهاب احنا بنعرف نوعظ ونعلم وبكل لباقه كمان، لكن نيجي لحته الصلاه بناخد كحكه كبيره زي التلاميذ اللي مش شاطرين في المدرسه، وده بيبقى واضح جدا في عدد الحضور لاجتماعات الصلاه في الكنائس. فبصلي انه بعد البرنامج ده يكون في نقله بل قفزه حقيقيه لينا كلنا في القعده عند اقدام السيد. عندي سؤال لحضرتك يا دكتور ايهاب. عجبني جدا حته دور الكنيسه الخطير في التشفع من اجل العالم، وان الله عمره ما هيتحرك في امر الا اذا لقى حد بيطلب منه. ومكتوب عايزه يعني احطها جنب الايه ديت ان بيتي بيت الصلاه يدعى وانتم جعلتموه مغاره مغاره لصوص. يمكن احنا مش بنعمله مغاره لصوص، لكن اليومين دول يمكن بنخلي بيت الرب مكان للفسحه، لتغيير الجو، مكان للالتقاء بالاحباب والاصدقاء، مكان علشان يعني اعلم تك كده صح اني رحت بيت الرب كفرد، لاني مش مفروض طبعا ابقى قاعده في البيت يوم الاحد. يعني باختصار بنلعب كنيسه. فسؤالي لحضرتك، لو اتفقنا ان الكنيسه اعطيت السلطان لحدوث تغيير حقيقي في العالم، ايه المتطلبات اللي المفروض نعملها؟ واخر حاجه، ايه راي حضرتك بالامانه في ترديد الصلوات المحفوظة كذا مرة للحصول على بركة معينة؟ أرجو التوضيح والرب يبارككم. شكرا ليك أخت نهال، ربنا يبارك حضرتك حقيقي، يعني أسئلة مهمة جدا. حضرتك أنت واخد بالك عشان بعد ما ناخد التليفون ده ممكن نجاوب على الأسئلة دي. أمين. ممكن؟ أمين يا بس افتكرها الأسئلة. أمين أمين. أيوة خواديع اتفضل، أهلا وسهلا بيك. مساء الخير يا بانا، ازيك حبيبي؟ اهلا بحضرتك انت وضيوفك الكرام، الرب يبارك حياتك. اهلا بيك. احنا في موضوع خطير جدا يا بولا، واخطر موضوع اثرتوه الليله دي الصلاه، لان الصلاه يا بولا هي حياه، وحياه معاشر، واي مؤمن بدون صلاه لا يمكن على الاطلاق يقول انه وصل الى درجه من الايمان. يا بولا الصلاة الصلاة الله روح، والذين يسجدون له فهم الروح والحق ينبغي أن يسجدوا. أيوه. أبونا الغالي. اتفضل. معايا أبونا؟ مع حضرتك يا خواديع، اتفضل. آسف في أخبار أيام الثاني أصحاح 14 وعدد 11 يصلي عندما حارب راح القدس، والأمثلة كثيرة في الكتاب مليانة. الحجر الدمشقي يصلي لأجل إنشاء الله في أرض. لكن في حاجة، إحنا دلوقتي خدام كثيرين وبنوعظ، كلنا عايزين نوعظ نص ساعة، نصلي 3 ساعات. الأمر الثاني، أنا بستعجب للإخوة والأخوات اللي بكل اختلف الصلاة. أنتوا فين؟ أنتوا فين عشان تصلوا بتصل الصلاة؟ ما تصلوا لإلهكم اللي خلاه قيل عن يونان اصرخ إلى إلهك. والرب يسوع أعظم مثال لينا اتعلمنا الصلاة في متى 27:46. سؤال، لماذا تركه الأهل يصلوا؟ في مادة 26:39 لأجل زوارق كأسعد. يقول في مرخص واحد أنه كان بيلعب في الصحراء، في البراري، في الأماكن البعيدة، وكان يصلي. أيوة خوديع، أيوة. ربي يباركك، ايه المداخله الجميله دي، ربنا يبارك حضرتك كتير قوي. يا ريت نكون مختصرين في الموضوع. الدكتوره نجلاء، اهلا وسهلا بحضرتك، اتفضلي. أستاذ سمير ربنا يباركه بجد، ويبارك المراسل المفتوح، دكتور ايهاب جميل وصديق، ربنا يباركه بجد. مستمتعين جدا جدا بالحلقه. كلام بالروح القدس ومعلومات قيمه دكتور ايهاب بجد، ربنا يباركك، ومزيد من الاستخدام والاثمار، وانا قاعده مستمتعه جدا يعني، ربنا يبارككم. ميرسي يا دكتوره نجلاء، ميرسي قوي، شكرا لك. الاسئله اللي سالتها الاخت نهال، ايوه نهال، طب نهال. تحب حضرتك انا مبسوط يا بونا يعني بالوعي اللي عند الاخت نهال وعند المداخلات اللي حصلت. يعني عايز ارجع، يعني استغل مداخله الاخت نهال دي وارجع لمقوله رجل الله اي ام بونز، قال لك ان صلوات القديسين هي راس مال السماء. عايز اقول ايه من هنا يا بونا؟ عايز اقول تخيل لو يعني السماء تبقى غنيه امتى؟ السماء تبقى غنيه امتى؟ بصلوات القديسين. طب اسال السؤال بطريقه ثانيه، طب هل ممكن السماء تبقى مفلسه؟ هل ممكن السماء تبقى مفلسه؟ مفلسه امتى؟ ما فيش صلوات بقى بالظبط كده. لو القديسين على الارض ما صلوش بيصلوا فالسماء مفلسه. السماء تفلس يا ابونا. ايه الخطوره دي؟ عايز اقول حاجه يا ابونا، نحن الكنيسه هي من تحرك ذراع الله على الارض. القديسين على الارض هم من يجلبون حضور الله على الارض. القديسين على الارض في تسالونيك الثانيه لما بيتكلم يقول لك الذي يحجز الآن سر الإثم. ليه الشيطان مش واخد حريته؟ بسبب القديسين والأفاضل اللي قال عنهم كل مساراتي بهم. فالنهارده السما تبقى غنية بشغلها على الأرض بصلوات القديسين. القديسين لما يتحركوا في الصلوات يا أبونا السما تبقى غنية وتتحرك. أبونا السما عايزة تعمل كتير على الأرض. الله عايز يعمل كتير. وهو تعمل الكنيسة يعني. فالكنيسة محتاجة انها تقف تصلي، محتاجة تتشفع لاجل العالم، محتاجة توقف طوفان الخطية، محتاجة تتشفع لاجل الظروف ديت اللي احنا فيها. الكنيسة النهارده محتاجة السماء. عشان كده كان سؤال حضرتك، هل الله محتاجنا ان احنا نصلي ولا احنا اللي محتاجين لصلاة؟ بس قبل ما اتفضل يا ابونا تكمل. لما بتقول كلمه قديسين يعني انت بتقصد بيها مؤمنين بالظبط كده، مش كده برضه؟ كل المؤمنين. انا بس بحب عايز اربطهم مع بعض بالظبط يعني. يا ابونا كل اللي اختبر الميلاد الثاني، كل اللي اختبر يوحنا 3 اللي هو اتولد الميلاد الجديد، اتولد من الماء والروح زي ما الرب يسوع قال لنيقوديموس. هم دول القديسين اللي لما بيصلوا السماء بتبقى غنيه، والسماء بيبقى معاها راس مال تشتغل بيه على الارض. طب سؤالي يا دكتور ايهاب قبل ما تقول لي مين محتاج مين يصلي، ايوه يا ابونا انا يعني عايز اسال سؤال. لو انا هسال دكتور ايهاب دلوقتي بالنسبه انك خادم برضه صح، انت بتمارس الصيدله وليك شغلة ناجحة جدا، نشكر الله. يعني ما قلتش لأعزائي المشاهدين بس نقول بعدين يعني، لكن في نفس الوقت أنت خادم مسؤول عن كنيسة. أنا خدمت عند حضرتك أكتر من مرة يعني، فأنت مسؤول عن كنيسة وكنيسة ناجحة نشكر ربنا. الحاجة اللي أنا عايز أقولها، هل ترى حضرتك إن الكنيسة العامة مخلية السماء مفلسة؟ يعني انا بقول عامه ان جنرال، عشان كده مش بقول في اتجاه معين، لا لا لا، انا مش عايز اظلم حد، انا مش دعمه، ما اتكلمش نيابه عنه، لكن هل عندنا الاحساس ده ولا؟ عشان كده يا ابونا احدى المداخلات الجميله اللي انا استمتعت بها اعتقد مداخله الاخ وديع لما قال بيت الصلاه يدعى. احنا محتاجين نرجع تاني، لان لو عرفنا قيمه الصلاه في حياتنا الوضع هيتغير. الوضع هيتغير خالص يا ابونا. فالناس هتيجي تطلب بيت الله على انه بيت الصلاه مش بيت الانشطه الاجتماعيه. الناس هتيجي تلجأ للكنيسه كمصدر للنور. النهارده استبدلت للاسف الكنيسه، استبدلت النور انها تبقى مناره لله في وسط العالم، في وسط جيل معوج وملتوي زي ما الكتاب بيتكلم. استبدلت دورها بأدوار مختلفة تاني، وبقينا نتحجج بأنشطة اجتماعية، بأنشطة ثقافية، بأنشطة رياضية. مش بقول الحاجات دي وحشة، لكن عايز أقول فين الدور الأساسي للكنيسة؟ العالم في جوع شديد النهاردة يا أبونا، العالم في جوع شديد وفي احتياج إن يسترد وعيه تاني يا أبونا. عايز أقول حاجة، الحرب النهاردة في العالم هي على حرب الوعي، حرب الوعي، على حرب الوعي بتاع الكنيسة. هل الكنيسة واعية لدورها؟ هل الكنيسة واعية للدور؟ زي ما قلنا إن الصلاة هي حالة من الوعي. فالعالم النهاردة في ظلمة تغطي الأرض، وعايز أقول إن الظلمة دي سوف تزداد بمرور الوقت والمجيء قرب. زي ما اتكلمنا عن أخنوخ، أخنوخ تنبأ عن الطوفان ومحبش وقال وصار أخنوخ مع الله، كان شايف الطوفان جاي مع إنه كان قدامه كام سنة يا أبونا على بال ما يجي؟ قلنا في بداية الحلقة كان 300 سنة، ومع ذلك أخنوخ لما شاف كده قال أنا مش همشي في العالم، وصار أخنوخ مع الله. فلما شاف أخنوخ وتنبأ عن مجيء الطوفان زي ما قلنا في يهوذا، في رسالة يهوذا 1 قال لك لا أنا مش هستثمر في العالم دوت. عشان كده النهاردة الحرب على الكنيسة فين يا أبونا؟ الحرب على الكنيسة على وعي الكنيسة. هل الكنيسة واعية لدورها؟ النهاردة الأنشطة الترفيهية بتسلب وعي الكنيسة، الأنشطة الاجتماعية بتسلب وعي الكنيسة. حتى اجتماعات الصلاة الأخ وديع قال لك طب هي فين الناس اللي بتصلي النهارده؟ واحد قال ايه، قال كلمة سوري معلش اتفضل يا ابونا، مش مطالب ان مش المفروض اتكلم، لا يا ابونا، لكن واحد قال لك لما اخش كنيسة والاقي الأوضة اللي كانت بتبقى مكتوب عليها أوضة الصلاة أو غرفة الصلاة ما عادتش موجودة في أوض كتيرة قوي، بس الأوضة دي خلاص يعني اتشالت اليافطه بتاعتها. بالظبط. فالحرب يا ابونا النهارده مع الكنيسه، الحرب فين يا ابونا؟ الحرب الضغط اللي على الكنيسه وعلى العالم. فين الحرب؟ على الوعي، وعي الكنيسه. يسلب ابليس، عايز يسلب وعي الكنيسه من مخدعها، من فرصه الصلاه بتاعتها. كيف ستكون الكنيسه مناره للعالم؟ كيف ستكون؟ الكتاب بيقول كده، بيتنبأ في اشعياء بيقول الظلمه تغطي الارض. هتغطي الظلمه الارض، طب والكنيسه فين؟ أما عليك فيشرق نور. فين الكنيسة المنارة اللي هتنور العالم؟ إحنا اللي محتاجين ربنا ولا ربنا اللي محتاجنا؟ أنت إيه رأيك؟ مين محتاجها؟ في تليفونين شيخ بيقول لكن لو تجاوبني بسرعة كده عشان هم حرام مستنيين على التليفون. إحنا محتاجين يعني. إحنا احتياجاتنا لربنا حاجات بسيطة قوي. الناس احتياجات الصلاة يقول لك إيه؟ أنا عايز أصلي لأجل المرض، لأجل الاحتياج مادي، لأحتياج زواج، الحاجات دي أنا شايف إن دي حاجات مادية، حاجات صغيرة قوي. مش بس مادية يا بونا، ممكن نصلي لأجل حاجات تاني احتياجات، لكن دي احتياجات صغيرة. بس عايز أقول حاجة يا بونا، احتياج السما لينا أكتر من احتياجنا احنا للسما. ازاي؟ السما مش ازاي يعني؟ السما مش يعني احتياج السما ليا اكتر من انا. ليه بقى يا ابونا؟ هقول لحضرتك مزمور 115 عدد 16. مزمور 115، مزمور يا ريت رامي حطها لنا على الشاشه. مزمور 115 مزمور 115 عدد 16. مزمور 115 عدد 16 يقول ايه يا ابونا؟ يقول لك السماوات سماوات للرب، محدش يعرف ينازع الله في السماء. كرسي الله، السماوات هي كرسي الله. طب والارض موطئ قدميه. خلصت. يبقى السماء فيها نزاع؟ لا. السماء بتاعت ربنا. اما الارض فقد اعطاها لبني ادم. مزمور 115 عدد 16 يقول ايه؟ السماوات سماوات للرب، لكن الارض بقى اعطاها لبني آدم. يبقى مين اصحاب السلطان على الارض دي يا ابونا؟ حضرتك واخويا ايهاب وانا. طب لما السماء تحب تتحرك على الارض هتتحرك من خلال مين؟ من خلال القديسين، من خلال السماء. طب لو القديسين ما اتحركوش يبقى السماء هتتحرك؟ لا، لو المؤمنين اللي مغسولين بدم المسيح ما اتحركوش بالظبط يبقى السماء مش هتتحرك. السماء مش هتتحرك. قد ايه دور الكنيسه خطير يا ابونا. بنشتكي من الظلم وبنشتكي من الجور والخطية والشر والمصايب والكوارث اللي في العالم. فين الكنيسة؟ الكنيسة هي صاحبة السلطان الوحيد على الأرض. الله لا يتعامل مع الأرض إلا من خلال الكنيسة. السماوات سماوات للرب، أما الأرض فقد أعطاها لبني آدم. مسؤولية الكنيسة. ده طيب ناخد تليفونين ونرجع لأني يا اخي جورج من كندا، اتفضل. اتفضل يا اخي جورج. سلام الرب يسوع، سلام الرب يسوع اخي سمير اهلا بيك والاخوه المباركين اللي معك بالحلقه. موضوع شيق وجيد جدا. انا بس بدي اقول انه الصلاه هي اقوى اعمده الايمان والمؤمن. بدونها ما في اي شيء بينك وبين الرب. الانسان المؤمن الصلاة معرفة بالاتصال، المعرفة، لأنك تتصل بالرب والرب يتكلم معك. الفرق بين المعرفة البشرية والمعرفة ما بينك وبين الرب الروح هي أن البشر قد ينسوك وتنساهم، أما الرب متى ما تدخل وتفتح الباب فلن ينساك أبدا. والصلاة ليس برد الكلام وكثرة الصلاة وقلة الصلاة، لذلك يقول لا تقولوا يا رب، ليس كل من يقول يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات. وكذلك انه وان صليتم فآمنوا بما تطلبون فيكون لكم. الانسان اذا بده يصلي بده يكون عنده ايمان. حتى في بعض الاخوه يقول صلوا لي او كذا، اذا ما كان عنده هو ايمان، انا لو صليت طول حياتي ما راح ينفع شيء، لانه لازم يكون هو عنده ايمان ولازم هو يكون هو المتصل بالرب، لانه بعد ما اتعرف على الرب والرب يتعرف معي هو بيتكلم معي، انا اتكلم معه، يصير صفات كامل وما أجمل الصلاة. ربنا يباركك. باركك يا جورج. ميرسي دايما يعني كلامك حلو. أهلا وسهلا بيك. أهلا وسهلا بيك. طيب نرجع بقى للكلام. يعني هل ده بيخلي فيه رباط بين الصلاة العادية، في صلاة عادية وفي صلاة شفاعية بتشفع؟ ما أنت بتقول دلوقتي ربنا عايزنا ومش هيتحرك في العالم إلا بينا. بالظبط، أنت اللي قلت كده بالظبط، وأنا مقتنع بصراحة بالكلام ده. معانا تليفون يا شيكو، ناخد تليفون. ألو ألو، دكتور وائل اتفضل. مساء الخير يا حضرة القسيس، ازاي حضرتك؟ اهلا بيك وربنا. طيب احنا اسفين، احنا اتاخرنا عليك، انا اسف. لما بنتاخر بيقطع التليفون حقيقي. ما تزعلش يا دكتور وائل، بليز معلش، تراي اجين، حاول مره ثانيه. واهلا وسهلا بحضرتك، اهلا وسهلا بحضرتك. طيب الفكره دلوقتي اللي احنا كنا بنتكلم فيها، يعني الله محتاج لنا طبعا عشان يتحرك فعلا. طيب هل انا محتاج بقى اني اتعلم الصلاة الشفاعية، ان اتشفع؟ بالظبط ولا ايه؟ ما ده هينقلنا بقى يعني لموضوع الصلاة الشفاعية يا ابونا. يعني النهارده لازم ينقلنا لكده، لازم النهارده يعني الجزء اللي فات من الصلاة احنا كنا بنتكلم على الصلاة كعلاقة شخصية، انا موقفي ايه بيني وبين الله. لكن حضرتك بتاخدنا لخطوة ابعد، الصلاة الشفاعية ماذا سيفعل؟ النهارده ايه هي الصلاه الشفاعيه؟ ايه هي الصلاه الشفاعيه؟ ايه هي الصلاه الشفاعيه؟ في الاول انا كانت حاله كيان بيني وبين الله، انا بقف كياني مرتبط بالله، خلاص. لكن في الصلاه الشفاعيه انا مش كياني بس مرتبط بالله، انا كياني واقف قدام الله من اجل حد تاني. يقول الكتاب كده، انا ممكن اقف قدام ربنا عشان إيهاب مثلا من اجل حد، او إيهاب يقف عشاني. بالظبط كده. ده بقى ده يعني زي ما بيقولوا كده مربط الفرس يا ابونا. طبعا. طب اقول لك حاجه غريبه قوي يا ابونا. يقول لك في حزقيال 22 عدد 30 الله بيقول ايه؟ يقول لك وطلبت من بينهم رجلا. انا بدور على ايه؟ راجل. انا بدور على راجل يقف قدامي. وطلبت من بينهم رجلا يقف في الثغر أمامي. يقف في الثغر امامي عن الارض لكي لا اخربها. انا رب رايح يعمل ايه يا ابونا؟ رايح يخرب الارض. بيقول لك انا جاي يخرب الارض، بس انا بدور على مين؟ على الراجل. انا عايز راجل يقف قدامي. يبقى الصلاه الشفاعيه ان انا بقف امام الله من اجل الارض. طب يا ترى والرب جاي يخرب الارض وده هيحصل، هل هيلاقي رجاله واقفين قدامه؟ عندنا نموذج للصلاه الشفاعيه. ابونا ابراهيم يا ابونا في سفر التكوين 18، في تكوين 18 يقول لك إن إبراهيم رفع عينيه ولقى 3 رجالة جايين عليه، كانوا 2 ملايكة والرب بنفسه في الزيارة لإبراهيم. وقعدوا، حضرتك عارف القصة، وقعدوا الرب وإبراهيم عمل لهم ضيافة جميلة جدا. لكن الرب قال نفس الكلمات دي، قال إيه؟ قال أنا شايف سدوم وعمورة قدامي، أنا رايح أخرب سدوم وعمورة، رايح يحرقها، رايح أولع في سدوم وعمورة. رايح فين يا رب؟ رايح أخرب سدوم وعمورة. طب بيقول إيه بقى؟ أقول هل أخفي، الرب بيقول كده، هل أخفي عن إبراهيم عبدي ما أنا صانع؟ وإبراهيم يكون أمة قوية. وما سكتش وراح مكلم إبراهيم. فيجي بعديها العدد في تكوين 18 عدد 17 لعدد 22 يقول الكتاب كده، أما إبراهيم فكان لم يزل قائما أمام الرب. خد بالك يا أبونا، كان إبراهيم عنده مين؟ كم واحد رايح له؟ 3 رايحين لإبراهيم. لما جه راح يخرب سدوم، بص يا أبونا، راح إبراهيم لم يزل قائما أمام الرب. فبقى إبراهيم واقف قصاد مين؟ قصاد الله. فاللي راح سدوم وعمورة راح مين؟ ما راحش ربنا. أمال مين اللي راح؟ 2 ملايكة. ربنا إبراهيم وقف قصاد ربنا وما خلاهوش يروح سدوم وعمورة، ووقف يتشفع قصاد الله وتشفع عن سدوم وعمور. وبقى يسأل ربنا وعمال يطلب كده 5. بالظبط كده. فيقول لك اما ابراهيم فكان لم يزل قائما امام الرب. فابراهيم وقف يتشفع، حاله كيان ارتبط بالله، مع ان ابراهيم كان في الوقت ده ايه يا ابونا؟ كان عنده 99 سنه وما كانش خلف اسحاق لسه. ما كانش خلف اسحاق. عايز اقول ايه؟ عايز اقول ابراهيم كان موجوع، كان وصل ل 99 سنة ولسه ما خلفش إسحاق، ورغم الوجع والألم وكان نفسه في ولد إسحاق ابن الموعد يجي، إلا إنه وقف يتشفع عن مين؟ عن سدوم وعمورة. يعني ممكن أتشفع عن بلد. أنا أخذ بس التليفون ده قبل ما يقطع، لأني مهمة ده أنا محظوظ بقى لو لقيت حد يتشفع بقى بالزبط. بجد لأجلي يعني. طيب أشرف أهلا وسهلا بيك، اتفضل اتفضل. أيوة يا أشرف اتفضل. أهلا بحضرتك اتفضل. ليا خدمة عندك، ليا خدمة عند حضرتك. اتفضل تحت أمرك. ألو. أيوة تحت أمرك يا أشرف. عايزين طلبة صلاة لكرولس وعبد المسيح وشول ورماني وامهم. حاضر حاضر، العيلة كلها يعني. ايوه، والعربية واقفة من غير شغل، ما فيش حد عايز حتى يقول لنا سلام عليكم. معلش معلش. حاضر يا أشرف. الدكتور إيهاب يعني خليك معانا آخر حلقة، هناخد وقت صلاة لأجل كل طلبات الصلاة، بس أنت أول طلبة صلاة. حاضر حاضر، باسم الرب يسوع. امين امين امين. شكرا يا اشرف. يعني دلوقتي لما دكتور وائل رجع مره ثانيه. اهلا وسهلا بيك يا دكتور. اتفضل اتفضل. ازي حضرتك؟ اهلا بيك الحمد لله. اتفضل اتفضل. اولا ربنا يباركك يا حضرتك القسيس، ويباركك على البرنامج الجميل والحلقه صح. الرائعه والموضوع الرائع. شكرا لك. ربنا يبارككم طبعا ويستخدمكم. وانا كمان يعني بسلم على اخويا وحبيبي الدكتور ايهاب عادل، ده صديق عمري وتوأم روحي في الخدمه زي ما بنقول كده، عشره السنين يا حبيبي. ربنا يبارك. دكتور ايهاب احنا مترابطين مع بعض من زمان، وصدقني هو بحق وهو بيتكلم عن الصلاه هو فعلا رجل صلاه، ويمكن انا وهو من واحنا في اعدادي حتى وثانوي واحنا دايما ياما صلينا مع بعض وقعدنا مع بعض وشاركنا في مواضيع كتير وصلينا فيها وشفنا ايدينا الرب الصلوات مستجابه كتير يعني. مجدا للرب. وكمان برضو بسلم على اخويا ايهاب برضو. كمان برضو على اخويا وحبيبي وصديقي الجميل المرنم ايهاب ناجح، برضو عشره وخدمنا برضو مع بعض كتير في اجتماعات كتير، والرب يعني كان يباركك الرب يا دكتور وائل. شكرا يا رب. يباركك الرب. مرسين محبتك واهلا وسهلا بيك حقيقي برضو. يعني يا اخت فريال ممكن تستنيني بس ثانيه واحده. عارف حضرتك يعني انا خدمت عندك يمكن حوالي 4 مرات، ما عدتش بس رحت كتير يعني. نشكر الله. كل مره اعزائي المشاهدين اقول لكم حاجه، مش يعني امام الله امام الله يعني بجد. كل مره يا ايهاب اروح اخدم اروح بدري، انا ما بحبش اروح على ميعاد يعني 7 الكنيسه، لا انا ممكن اروح من 6:30. احب اعمل كده ليه؟ اقول اهدى قدام ربنا عشان استعد للخدمه. وكل مره اروح الاقي الدكتور ايهاب واقف مش قاعد ومطفي النور وسايب نور المنبر الضعيف ده، وصلى بدموع لاجل الاجتماع. كل مره هو دكتور صيدلي بيشتغل مش خادم متفرغ. قد ايه انا بتاثر جدا. انا لما قلنا نتكلم قلت لازم نتكلم عن الصلاه، الراجل ده عايشها. يا اخت فريال اتفضلي. اهلا وسهلا بيكي اتفضلي. اخ سمير سلام عليكم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا مع المرنم الاخ ايهاب مع الدكتور ايهاب. كل سنه وحضراتكم طيبين وانت بخير. طيبه اخت فريان. اخ دكتور ايهاب يعني رائع، الرب يباركك على الطرح عن مدارس الصلاه. حقيقه انا لاول مره اسمع هذه عن مدارس الصلاه وكانت رائعه، والرب يباركك. امين. فمداخلتي اللي خطر على بالي انه احتياج السماء لصلوات المؤمنين القديسين هي لما نصلي بلجاجه عن خلاص النفوس، يعني يكون فرح في السماء بخاطئ واحد يتوب. فهل هذا صحيح؟ وشكرا. شكرا ليك يا اخت فريال. شكرا ليكي. الو. ايوه يا خملات اتفضل. مساء الخير يا ابونا. مساء النور اتفضل. اهلا بيك. مساء البركه. مساء البركه. بيقول لك دكتور ايهاب معاك. في سؤال كده يا ابونا، الرب يباركه حبيبي. يعني حلقه حلوه جدا وتعلمنا منها مدارس الصلاه، مدرسه موسى، مدرسه ايليا، مدرسه صموئيل، مدارس حلوه جدا. مدارس روعه بصراحه. في سؤال يا ابونا، في سؤال عايز اساله. اتفضل. في نشيد الانشاد 2 يا ابونا عدد 14 بيقول لك ايه؟ اسمعوا لي صوتك لان صوتك لطيف ووجهك جميل. يبقى الرب كده بيتبسط بالصلاه. لكن في عمود 5:23 يقول لك ابعد عني ضجه اغانيك ونغمه ربابك لا اسمع. السؤال بقى يا ابونا، ما هي الشروط الواجب توافرها في المؤمن او في اي اخ عشان الرب يسمع منه الصلاة؟ شكرا ليك. الرب يباركك حملاد، اعتقد السؤال وصل. جميل. ايه رايك يا دكتور، تحب تجاوب السؤال ده الاول؟ نجاوبه. يقول لك دلوقتي واحد مبسوط بيهم وشاهد تاني يقول لك ابعدوا عني، مش عايز اسمع صوتكم، فزعلان مع ناس وفرحان مع ناس. بالظبط بالظبط، لان يعني الكتاب يعني زي ما قلنا يا ابونا في الاول، تعريف الصلاه مش كلام، الصلاه مش مجرد كلام، الكتاب يعلمنا كده، الله لا يشمخ عليه. فالنهارده الناس اللي عماله تتكلم ومفكره نفسها انها بتصلي، يعني الموضوع بعيد خالص عن ان الصلاه تبقى كده. عشان كده لما جينا نعرف الصلاه الاول، هي الصلاه هي حاله كيان بيعبر عن احتياج وجوع حقيقي لله. عشان كده مهم جدا يقول صلاه الاشرار مكرهه الرب، مع ان هم بيصلوا، مع ان هم بيقدموا ذبيحه، مع ان هم الفريسي. يعني ربنا ما يسمعش الواحد خاطي بيصلي؟ سوري انا مش عايز اطلعك بره اجابه السؤال، لكن يعني ما ينفعش. طب ما كل الناس كلها في شارع عم تقول تصلي. بالظبط، ده الحرامي قبل ما يسرق بيصلي. بيقول يا رب استر. لا صحيح. طب ايه الفكره يعني؟ ما ممكن تساعدني يعني الناس دي ربنا ما بيسمعش صلاتها؟ انا مش هطلعك بره الاجابه بتاعت الاخ ميلاد. يعني لو حابب ترجع لها يعني هو يا ابونا، يعني حضرتك يعني عايز اقول ايه؟ الصلاه اللي هتتقبل من الانسان البعيد عن الاول، صلاه تقبل من الله، هي صلاه اللهم ارحمني انا الخاطي. لازم دي، لازم، مفيش غيرها، دي لازم، دي اول صلاه تسمعها السماء. ده اول شرط يعني. اول شرط، لازم الانسان يبقى مولود من تاني، لازم، مفيش غير كده. الكتاب يقول في تيموثاوس الاولى 2:5 لانه يوجد اله واحد ووسيط واحد بين الله والناس. مين هو؟ الانسان يسوع المسيح. مفيش طريق تاني ومفيش دخله تاني للاب السماوي الا عن طريق الانسان يسوع المسيح. فانا النهارده عشان الواحد تتسمع صلاته النهارده لازم يكون مولود من الله، لازم يتولد الولاده الجديده، لازم ياخد حياه ابديه عشان تتسمع صلاته. فدي أول شرط، إن هو يكون مولود الولادة الجديدة. اتفضل يا أبونا. الفكرة يعني محتاج بس أعرف يعني كيف أتشفع؟ يعني إزاي أتشفع؟ أنت شوقتني إن إن في صلاة شفاعية. بالظبط. إني أتشفع لأجل إيهاب لو عنده ظرف صعب ممكن أتشفع لأجله، لأن أنا عيان ممكن إيهاب يصلي لأجلي، يتشفع. يعني عايز أفهم فيها شوية قبل ما أسأل كام سؤال كده. طيب يا ابونا، يعني في موضوع الصلاة الشفاعية ده، يعني يقول الكتاب في أشعياء 62 من عدد 6 و7 يقول إيه؟ على أسوارك يا أورشليم أقمت حراسا لا يسكتون كل النهار وكل الليل على الدوام. يقول إيه؟ يا ذاكر الرب لا تسكتوا، يا ذاكر الرب إيه؟ لا تسكتوا ولا تدعوه يسكت. طب إذا الناس، إذا القديسين سكتوا هيحصل إيه؟ الله هيسكت. يا ذاكر الرب لا تسكتوا ولا تدعوه يسكت. الله عايز يتمم مشيئة في الأرض. هيتممها إزاي؟ من خلال صلوات القديسين. الصلاة الشفاعية فيها بعد خطير قوي يا ابونا. احنا اتكلمنا عن إبراهيم صح؟ في تكوين 18 لما وقف قدام الرب وما خلاش الرب يروح لسدوم وعمورة، وقلنا كده أما إبراهيم فكان لم يزل قائما أمام الله. لكن تحصل حادثة تانية فيها شفاعة قوية جدا في سفر الخروج إصحاح 32 لما الشعب قدم العجل الذهبي أو عمل العجل الذهبي وسجدوا ليه. فالرب يقول إيه لموسى؟ يقول له إيه؟ اتركني ليحمى غضبي عليهم وافنيهم عدد كام يا دكتور إيهاب؟ سفر الخروج اصحاح 32 من عدد 10 لعدد 14. 32 من عدد 10 لغايه عدد 14 ل 14. الحاجه الغريبه بقى في الصلاه الشفاعيه ايه يا ابونا؟ دلوقتي الشعب كان عامل خطيه صح؟ عمل العجل الذهبي ده وسجدوا ليه. فالرب بيقول ايه لموسى بقى؟ ودي حته بقى مهمه جدا في الصلاه الشفاعيه. الرب يقول لموسى ايه؟ يقول له سيبني عليهم افنيهم. وهعمل ايه يا موسى؟ وهخليك انت تصير شعبا اعظم واصيرك انت شعبا عظيما مكان الشعب ده. فموسى يقول له ايه؟ انا والناس تقول عليك ان انت ما قدرتش تدخلهم. وقف قصاد الرب من اجل الشعب. ايه اللي عايز اقوله هنا؟ عايز اقول ايه؟ يقول له اتركني ليحمى غضبي عليهم. في جانب في الله هنا يا ابونا يقول ايه؟ ان الله عنده جانب شخصي. الله بيقول له موسى ايه؟ سيبني عليهم لكي افنيهم. تسامحني معلش في تليفون الاسيس صفا ويليام بقى له مده كتير على لا طبعا اتشرف ناخد التليفون ده طبعاً. ده شخص غالي عليا قوي يعني وغالي عليك اكيد علينا يعني كلنا كده برضه علينا كلنا. ابونا اهلا وسهلا بيك يا اسيس صفا. حبيبي يا ابونا يا جميل. انت اللي حبيبي. ازيك؟ اتفضل. انا فرحان. انا اسف انك مستني بقالك وقت. انا اسف جدا. لا ولا يهمك يا غالي. اهلا بيك. فرحان بيك وباخويا ايهاب واخويا ايهاب المرامي الصحبه الرائعه. رب يبارك فيك. المداخله بتاعتي في ثواني علشان انا عارف ان ميعاد البرنامج خلاص. من اعظم ما اتعلمت عن الصلاه التشفعيه اللي اخويا ايهاب بيتكلم عنها. اللي هي التعريف بتاعها الجميل، مكنونات في قلب الله المحب. تجاه شخص يحتاج الى الحب. توضع في اناء مثقل بالحب وترفع بالروح الى الله المحب. معنى الكلام ده ايه؟ مكنونات في قلب الله المحب، اشواج جميله في قلب الله. تجاه شخص يحتاج الى الحب، واحد زي صفا. توضع في اناء مثقل بالحب زي ابونا الجسيس سمير وترفع بالروح الى الله المحب، الله يستجيب. ومن أعظم ما تعلمت عن الشخص المتشفع هو الرجل الذي يقف في الطرق ويبني الجدار ويصلي 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 إلى أن تأتي الاستجابة التي في مشيئة الله. شفنا أخويا إيهاب دكتور إيهاب وهو بيتكلم عن إبراهيم وعن موسى. أستير تشفعت لأجل شعبها. نحل يتشفع علشان شعبه. هو اللي بيقول لك يا أولادي الذين أتمخض أنا بهم لأجل شعبه. يا رب اخلق فينا اجيال متشفع وصلوات تشفعيه علشان نقدر نعيش بالطريقه اللي الرب عايزنا نعيش بيها. امين يا رب. باسم الرب. مجدا ليك يا اسيس صفا. ربنا يباركك. حقيقي يعني شيكو لي خبر يعني انا عارف بسمعه كتير منه انه باقي لنا 6 دقايق. صحيح؟ تصور؟ شفت بقى؟ احنا كنا شايفينها ساعة ونص كتيرة مش كده؟ أيوة. فهسأل سؤال مهم جدا تجاوبني عنه. أولا أنا عارف لسه كتير قوي. توعدني إنك تيجي تاني. مش كده ولا يا عشان نكمل الأسئلة دي. أمين. ناخد حلقة تانية ونكمل الأسئلة. لكن عندي بس سؤال مهم جدا. الظروف الاقتصادية الذي نعيش فيها كعالم، أنا مش عايز أتكلم عن بلد معينة، إحنا كعالم النهاردة ظروف اقتصادية صعبة جدا. عايزك تقول لي نصلي إزاي عشان نطلع منها؟ نصلي إزاي؟ إحنا كمؤمنين. أنت قلت دلوقتي الخاطي ربنا مش هيسمعه إلا لما يقول ارحمني، فنركن الخاطي دلوقتي على جنب. مش ملاحقين. إحنا كمؤمنين دلوقتي نصلي إزاي؟ هتجاوبنا في دقيقتين يعني أو 3 كده عشان ونسيب ترنيمة ختامية مع أمين يا أبونا. أمين. يعني في وسط الضلمة دي أنا عايز أقول حاجة. النهاردة الكنيسة عندها فرصة قوية جدا إنها تتشفع لأجل العالم. فرصة جوهرية. وكل ما الضلمة تحبك واللي جاي هيبقى أصعب. كل ما الضلمة هتزداد على العالم وكل ما هتزيد الضلمة هتبقى فرصة الكنيسة أقوى وأقوى وأقوى إنها تنور. عشان كده الله النهارده فرصة الكنيسة إنها تكون منارة الله في العالم تنور ليهم. إزاي نقف عن العالم ونتشفع لأجل العالم؟ محتاجين. ده أهم وقت فيه نقف. وطلبت من بينهم رجل. دي أحسن فرصة الكنيسة تقف. الكنيسة تقف تتشفع بالظبط لأجل كل الظروف اللي بيمروا بها العالم. أوروبا، شرق أوسط، شمال أمريكا. نصلي. أقول لك حاجة يا ابونا. الكنيسة النهاردة غالبية، لكن أشكر الله لأجل الأفاضل اللي شاركونا النهاردة في وعي في الأفاضل. لكن غالبية الكنيسة النهاردة زي ما حضرتك طرحت من قيمة شوية عندهم مشكلة في الوعي، مش داريانين باللي بيحصل. الكنيسة النهاردة في حرب على وعي الكنيسة. هل الكنيسة هترجع وتقف تاني في الثغر أمام الله من أجل العالم؟ النهاردة الكنيسة بتقف تتابع الأحداث العالمية، بتتابع أخبار الحرب في أوكرانيا وروسيا ومش عارف، وبنقف. هل إحنا هنقف متفرجين ولا هنقف يبقى لينا دور؟ والرب بيطلب الطلبة ديت، وطلبت من بينهم رجلا يقف أمامي عن الأرض لكي لا أخربها. يا ترى الرب النهاردة لما يجي هيخرب الأرض هيلاقي فيه رجالة وستات واقفين عن الأرض لكي لا يخربها؟ يا ريت النهاردة يبقى فيه وعي في الكنيسة، نقف، الكنيسة تقف وتتحد، نرجع تاني للمخادع بتاعتنا، نقف على الجبل زي موسى ونرفع ايدينا قدام الرب من أجل الأرض لكي لا يخربها. فرصة جوهرية جوهرية مش هتتعوض، احنا في آخر الزمن يا ابونا، نقف ونرفع ايدينا والكنيسة تنور. تنور، ترجع تنور تاني. طب ينفع يا ابونا تصلي لنا؟ احنا محتاجين بس دقيقه نصلي. امين. في طلبات صلاه جت كتير جدا على السوشيال ميديا. أمين. والاخ ميلاد اللي اتكلم، الاخ اشرف اللي اتكلم عن عيلته من اجل الاسره، وشيكو بيقول لي في طلبات صلاه كتير. امين. فانت بس حضرتك صلي كده قبل ما نختم الحلقه. امين. اتفضل اتفضل. امين يا ابونا. يا ابونا السماوي، بنيجي قدامك يا رب. أنت قلت لنا كده: السماوات سماوات للرب، أما الأرض فقد أعطاها لبني آدم. وإحنا يا رب بناء على وصيتك وأمرك لينا يا رب، إحنا واقفين قدامك من أجل إخواتنا يا رب، بنصلي من أجل إخواتنا يا رب، بنتضرع يا رب من أجل إخواتنا يا رب. كل طلبات الصلاة، أخويا أشرف والعيلة بتاعته يا رب، عايز أصلي يا رب من أجل كل طلبة صلاة رفعت إليك النهاردة يا رب. يا رب بصلي استجابات صلاة يا رب، بصلي زيارات سماوية النهاردة لكل البيوت اللي طلبت صلاة. عايز أصلي من أجل كل طلبة صلاة رفعت يا رب، إحنا بننشرها زي ما حزقية عمل يا رب، بننشر يا رب طلبات الصلاة دي قدامك يا رب. بصلي زيارات إلهية، زيارات سماوية يا رب لإخواتي، زيارات يا رب سماوية للعائلات والبيوت، زيارات سماوية يا رب لكل مريض، زيارات سماوية لكل تعبان ومهموم ومضغوط يا إلهي. في اسم الرب يسوع المسيح أصلي يا إلهي. آمين. ولكل المجد. آمين. آمين. بشكرك جدا لأجل وجودك معنا دكتور إيهاب. احنا عايزين نرجع، انا مش عايز اقول الأسئلة عشان وقت برنامج راح، عندي أسئلة كتير جدا لسه ما جاوب عن الصلاة. اخت نهال، طلبتك ان شاء الله نعمل حلقات تانية عن الصلاة، حقيقي موضوع مهم قوي قوي. آمين. شكرا ليك. شكرا ليك. شكرا يا إيهاب لأجل وجودك معنا، شخص ممسوح. ربنا يباركك يبارك خدمتك. اشكركم اعزائي المشاهدين الكرام لأجل حسن المتابعة. تقدر تشوف الحلقة دي بكرة الجمعة في الإعادة على قناة الكرمة الساعة 2 الظهر تقريبا، يوم السبت برضو الظهر الساعة 2، يوم السبت بالليل الساعة 9، وعلى قناة الكرمة موجودة اليوتيوب بالكرمة، هتلاقي برضو الحلقة موجودة، اليوتيوب بتاع جه وقتك، التليفونات موجودة. أهلا وسهلا بكم معانا حلقة على الهواء مباشرة مش مسجلة. اليوم الخميس الجاي هنكون على الهوا ان شاء الله، وهنشوف ربنا يكلمنا برضه موضوع احنا محتاجين له، بنقول عليه موضوع الساعة. الى ان نلتقي بكم واسيبكم مع ترنيمة ختامية، اترككم في رعاية الله. امين. امين. خليها عليه. بعينك نار صدقت فيها البار. إن شفت بعينك نار صدقت فيها البار، أو جواها يمشيك، أو جواها يمشيك زي الفتية حواليه، زي الفتية حواليه. ثبت أنظارك فيه وحمولك سيبها عليه، ثبت أنظارك فيه وحمولك سيبها عليه. في وادي ظل الموت، في وادي ظل الموت، ارفع عينك تلاقيه، ارفع عينك تلاقيه. إن كنت في وقت أليم حواليك الشر عظيم، إن كنت في وقت أليم حواليك الشر عظيم.